انا عايزه لغايه طيب ما تجهزوا تليفوناتكم، تعالوا نروح نشوف جون مع بعض ونشوف حكايته ايه. عشان هي حكايه ناس كتير قوي مننا، وانا كنت زي جون كمان. تعالوا نشوف. الشعبية جالنا جواب مؤثر جدا من ولد صغير بيعاني من السمنة، ولدرجة ان هو مش قادر يروح المدرسة. صممت اجي بنفسي عشان اعرف ليه ما يروحش المدرسة، حتى لو تخين ليه ما يروحش المدرسة، مين اللي بيضايقه في المدرسة، وهل التخن ده حاجة بتضايق الواحد ولا بتدعو ان الباقي يتريقوا عليه؟ هل احنا اتشال من قلبنا الرحمة الى درجة ان احنا بنعاير الواحد بشكله؟ تعالوا نشوف. لا ايه مخدودة ليه؟ ازيك؟ عامل ايه؟ تعال، اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت اسمك ايه؟ انا اسمي جون خالد. ايه يا جون الحكايه بقى؟ انا نفسي ان انا اخس، او دكتور او مستشفى يعالجوني. يعني بتعب من وزني زي، يعني مثلا باجي البس اشرب كوتش ما اقدرش، يعني شتوات خالص. والمدرسه اخبارها ايه؟ المدرسه انا لما باجي امشي ما اقدرش امشي الشارع، وصحابي في المدرسه عم بيقولوا لي يا تخين يا بكبزه، وانا بتضايق من الحاجات دي. لما امسكهم اضربهم بيشتكوا للمدير، ولما يعني بس بتمسكهم تضربهم؟ لا، لو مسكتهم اضربهم بيروح يشتكوا للمدير. ليه؟ مش هم اللي قالوا لك يا بكبزه يتضربوا؟ يتضربوا. لما باجي اروح الحمام اروح اضربهم معاك مثلا، يعني مؤاخذه، لما باجي اروح الحمام بروح الحمام يعني بخلي يعني اخش الحمام كتير، والمدرسين ما بيرضوش يدخلوني. انت عندك سكر ولا ايه؟ ما عنديش اي حاجه خالص، بس بعاني من وزن الزائد. انت بتاكل كتير؟ انا مصراني مبطل اكل. ما اقدرش. ليه؟ الحاجه دي الوحيده ما اقدرش اتحكم فيها. ليه بقى؟ طبيعه. لا مش طبيعه، مش طبيعة، دي تفاصيل. مش طبيعة، اسمهاش طبيعة، اسمها تفاصيل. بتاكل ايه طيب؟ احكي لي. يعني باكل الحاجات اللي فيها زيوت كتير، سمنة كتير. احكي لي. لا يعني سيبك، يعني كلمني عادي كده. بفطر كذا، بتغدى كذا. يعني بفطر يعني الفطار العادي الفول وطعمية، بس بكتر. كام بقى؟ قد ايه كده؟ رغيفين تلاتة. قد ايه؟ انت زعلان ليه طيب؟ انت زعلان ليه؟ لو النبي ما تزعلوا النبي. هي بتستفسر. انت عارف انا بضحك ليه؟ عارف بضحك ليه؟ عشان انا كنت باكل اكتر منك. انت عارف انا مره كلت 14 حمامه، كلت مره 14 حمامه محشيه انا، وتخنت 56 كيلو. تقدر تاكل 14 حمامه؟ طبعا. انا اقدر بقى. انا كلت 14. ما اقدرش يعني. الناس عمالين يقولوا لي يا بكبوز.
ريما تزعل. طب هو بكابوزة ده يا عيرون، طب هو بكابوزة دي مش شتيمة، ايه بكابوزة دي جابوها منين؟ متخيلتش ده بيه هو على فكرة ريما تخس. شازاي عايز لي ده بيبي، عنده كام سنة؟ عندك كام، عندك كام سنة؟ 10 سنين. طب 10 سنين ده صغنن قوي. مش عايزة يعيط ليه؟ 10 سنين ده صغير بيبي، مش راجل بيعيط يعني. انا مش طالب بس غير اخس او دكتورة او مستشفى يعالجوني، عشان ربنا كتير، مصر عندنا كتير قوي على طريقة على فكرة. 10 سنين ده لسه شهر. قولي لي تعالي. طب جا بتقولي الناس اللي عملوا كده بيستفزوه في الشارع، يا بكبوزة يا تخين يا ترشيلا، ما بيروحش المدرسة. الترم التاني ده ابني ما راحش أكتر من أسبوعين بسبب إهانة العيال ليه، وقعدته على جنب في الفسحة وقعد بياكل سندوتشات مش قادر يتحرك. أنت عندك حد تخين تاني؟ يعني إيه؟ جوزك؟ جوزي مش تخين التخن ده يعني جون بيلبس 3X لارج وجوزي بيلبس 2X. تخين يعني؟ يعني بس ما دي جينات يعني. جوني حاجة جوزي 48 سنة، لكن ابني ده 10 سنين. انا ما قلتلكيش ملفتش بجون، انا لجأتلك لحاجة واحدة بس، مفيش ولا مستشفى من ال5 مستشفيات اللي انا تبعتهم على الجولي جون. عالجوه من ايه؟ من ايه؟ سكر ودهون. عنده سكر يعني؟ وعنده خشونة في الركب. جون اسود وهنا اسود ورقبتي سودا. انا مش كلب ابني، مش معنى ان انت جيتيلي. لا عنده سكر يعني؟ عنده سكر خافي. اتفضلي حضرتك. ما شاء الله. ان المفروض بتوع السكر بياخدوه ال120 قرص دول يخلصهم في شهرين، ده لك شهري. السيدوفاج ده بيخسس على فكره. السيدوفاج ده 1000. انا كنت باخده. خده هو 96 بقى 110 على الميزان. لا يبقى هو زود في الاكل بس. مش حته اكل، مش مليون. السيدوفاج ده بيخسس. انا باخد الحصه دي من التامين الصحي بيدوهاني مجانا. يعني باخده يعني ما بخسش. لا بزيد. لا بس انا خسسني ده. انا باخده بزيد كمان مش بخس. بتزود في الاكل. الحليب والاشعار. انا فعلا بزود في. شفتي هو والله بيتكلم حق منك. هو زود في. بص يا السيدوفاج ده، السيدوفاج ده بيحرق. انا كنت باخده فبيخسس قوي. هو زود في، بيزود في الاكل. بياكل بمقام 3 أطفال 4 أطفال في الطاقه الواحده. مش هقول لك ما بياكلش، هو بياكل. وساعه ما بقومه من على الاكل، جعان يا ماما انا جعان، وبيقعد يعيط يقول لي حطي لي الاكل، لازم اكل يا ماما، مصرونه ما اتملاش. وبعد ما بالليل خالص لما داخلين ننام يقوم من على السرير، ماما يا ريت تعملي لي اي سندوتش. بيبقى نايم وبيقوم ياكل، ما اكدبش عليكي بياكل. اي بس انت مش لازم تعيط، لان انا هقول لك حاجه. زعلان بس على تخني ده، يعني ما اقدرش العب يعني الناس في الشارع اللي يعني لما بنزل الفسحه يعني بقعد على جنب. بس في ناس عيال طيبه بيقولوا لي تعالى العب معايا اساعدك كده. بس يعني لما حد بيقول لي تخين يا بكابوز يا بتضايق، نفسي امسكهم اموتهم الصراحه. انت ما بتروحش مدرسه دلوقتي؟ مش هروح الاسبوع ده كله. ليه؟ عشان عمالين يعايروني. ده انا هاجي معاك نضربهم مع بعض. انا قويه جدا، انا مغركش. بس نروح مع بعض وندخل مدرسه بس انا هقول لك حاجه. ديسك لوحدي. ديسك لوحدك؟ طب ماشي. وفي حد يطول؟ كلهم قاعدين على كذا ديسك وانت ديسك لوحدك. المفروض 3 اللي يقعدوا في الديسك. 3 قاعد في ديسك لوحدك عشان مليان قصدك؟ انت نفسك تقعد؟ انا ما بقعدش القعده دي في المدرسه. لا انا بقعد القعده دي في المدرسه دي، وقعدها في المدرسه. يعني ايه؟ مش فاهم. انا ما بقعدش قاعده الكراسي. لا لما باجي اقعد على الديسك باخد الديسك كله عشان بقعد القعده دي، ما اعرفش اقعد غيرها. عشان ما فيهاش تدخل رجليك يعني قدام؟ تفضل قاعد كل القعده دي طول اليوم عشان يعني ركبي مرميه لورا كده. ايه بس دي قاعده تتعب قوي. انا دي قاعده البطه، ما اقدرش اقعد غيرها. طب تعالى امها جنبي. طيب بس انت عارف، انا هقول لك حاجه. انت عارف ان اللي بياكلوا كتير دول واللي بيقوموا زي ما ماما بتقول كده من وسط انهم جعانين وكده، ده وصل انه يبقى ادمان. يعني في ناس بتدمن الاكل، بيبقى زي الناس اللي مدمنه سجاير. عارف اللي هو طول ما انت قاعد لازم اكل وما ينفعش الحاجه الوحيده اللي ما اقدرش امسك عليها. ايوه ما انا بقول لك ده، انت مش بتستعبط، انت فعلا مش قادر تبطل اكل. والبطاطس المحمره اللي فيها زيت كتير قوي دي بحبها. وانا كمان. وانا كمان بحبها. بصراحه هي حلوه بصراحه. هي جامده بصراحه.
كلنا ما بنفرقش، ما يغركش اللي قدامك، بص الكروش اللي قدامك دي بتأدي يعني، مش انت لوحدك بس، انت ممكن يكون طيب ما اضربش حد، بس هم لما هم اللي بيخلوني استفزوني يستفزوني بضربهم. يعني انت قصدك ان انت لو تخين كده هتبقى زعلك على قد تعبك، بس انت زعلك اكتر نفسيا من الناس اللي بتضايقك صح؟ مثلا اي حد يقول لي خس يا جون عندك اراده ما تاكلش كتير، بص يعني بص مثلا بطنك عامله ازاي، انا بخش عيط في الاوضه كتر الكلام ده بيضايقك. يعني كل واحد فينا لما بيبقى عنده مشكله مشكلته بتبقى اكبر لو الناس عايرته بيها صح؟ هو بيزعل والناس مش فاهمه ان ممكن هم كمان يبقوا كده في يوم من الايام، او ممكن اقرب الناس ليهم تبقى كده. وبعدين انت في الاخر انت شكلك حلو قوي، عشان كده انا عايز اخس، عشان انا مش قصدي على الشكل، انا قصدي ان انا اجري مع في الفسحه، العب مع صحابي، ما اقدرش امشي الشارع من اول هنا لغايه انا ما اقدرش امشي، لازم استريح 5 دقايق. وانا في احنا في الدور الرابع، بطلع دور استريح 5 دقايق، اطلع دور استريح 5 دقايق. طب بس انت عارف ان احنا لو عملنا لو حلينا الموضوع ده مش هينفع يبقى بالرجيم، يعني نضطر نعمل عملية. بس انا صغير على الحاجات دي، صغير عملية ممكن بعد شهر اموت. لا ليه بعد شهر؟ انا ليه صغير؟ ليه؟ لا ده التخن اللي بيموت مش انا. انا صغير، انا حضرتك شفت الرجل اللي كان تخين قوي ده اللي عندي ولا عند مين؟ ده عشان كبير عمل عملية، انا صغير. ده هو اللي كان هيموت عشان كان عنده تضخم في القلب، ما كانش كبير، ده كان عنده 24 سنة ولا 16. بس كبير، بس انا عندي 10 سنين لو عملت عملية مستحملهاش. انت قررت كده يعني انك ما تستحملهاش؟ طب ولو الدكتور قال انك لو الدكتور قال انك تستحمل ماشي، لو في عملية ليا وانا صغير طفل كده. صغير طفل كده انت مش، اولا انت مش كده، وقوم اقف اهو، اولا انت مش كده، انت كده ده مبدئيا. ثانيا هما الدكاترة هي اللي هتحدد. اصل هقول لك حاجة، طب هقول لك حاجة، عايز يعني نبتدي رجيم، نجرب رجيم؟ في حاجات في الرجيم ما بحبهاش، اولا البيت، اللبن، الفاكهة، الخضار. الخضار يعني بحبها، الفاكهه بحبها، الالبان كلها. مش مهم يعني انت تحب يعني انت عايزني اعمل لك ايه؟ انت ما كلمتني، انت عايزني اعمل لك ايه؟ الصراحه مش عارف، بس عايز اخس. ايوه ماما عايز تخس، ده عندك حل من الاثنين، يا اما هنروح لدكتور الجيم وناخد ورقه كده ما نطلعش عنها ومهما نجوع مش هناكل، ونلعب رياضه. الرياضة بتتعبني والأكل ما أقدرش. طب الرياضة بتتعبك والأكل مش بتحبه بتاع الرجيم، والعملية أنت لسه صغير، نعمل إيه بقى؟ نتصرف إزاي؟ نخس إزاي؟ يعني ندوس دبوس كده مثلا فتفش، ولا نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ نتصرف إزاي؟ الصراحة أنا دي مش عارفة. أنت اختار، أنت اختار، نتفق اتفاق كده بعد رجالة. في عملية ليا؟ ليا كده وأنا عندي أنت صغير؟ ماشي ينفع. بص الجيم، انا عايزه اقول لك حاجه، العمليه ما بتبقاش بالسن، العمليه بتبقى بالوزن. يعني بالوزن يوزنوني؟ يعني لو وزنك كبير يقدروا يعملوا لك العمليه دي، لو حد قليل. فاهم الكلام ده، بس انا ايه، ما انا في حاجه واحده اللي انت قلت عليها الورقه دي، ما اقدرش ولا اعمل رياضه ولا الرجيم ده. مش عايز رجيم، هينفع تاكل حاجة مشوية وسلطة على الغدا مثلا، وتتعشى زبادي وكده؟ تتعشى زبادي لا. تفاح، تتعشى تفاح. ماشي تفاح ماشي، بس يعني جميع الألبان كلها ما بحبهاش. لازم جميع الألبان كلها نشيلها. حاجات في الخضر ما بحبهاش، والفاكهة. زي ايه؟ ما بحبش البرتقال كتير. بقينا في الصيف اصلا. بحب مثلا يعني المانجا بحبها شويه. المانجا بتتخن جدا، فاحنا مش حابين ان حضرتك تحب المانجا يعني، فاهم؟ ولا المانجا ولا العنب ولا الموز ولا البلح. ده اللي بحبهم. ما انا كمان. ما انا كمان، بس الثلاثه دول بقى بيتخنوا جدا، فما دول مش في الرجيم دول.
ريشين في برتقان، تفاح، يوسفندي، فراولة. لا فراولة بحبها من غير سكر. يعني قررنا ايه دلوقتي؟ قررنا نروح لدكتور الجيم ونلعب رياضة، نجيب لك مدرب يلعبك رياضة. ليه متقدرش؟ اعمل رياضة. مقدرش اعمل رياضة. ليه؟ مقدرش اجري. وانا بقولك لما بطلع سلمة يعني لما بطلع دور يعني على ايوه، عشان انت بتعملها بطريقتك، لكن احنا هنجيب حد يقولك تعملها ازاي او يمرنك يعني واحدة واحدة. يعني مرن برضو مقدرش خالص اجري، اعمل رياضة. تمشي حتى يعني قد ايه كده مثلا؟ حسب بقى ما هو يقول لنا. مش همشي خالص يعني، انا لو نزلت النزول سهل بالنسبة لي. ايه رأيك نقعد ندعي ربنا انك تخسي تخس؟ ده اسهل حاجة صح؟ طب ما انت لازم تقرر دلوقتي، هتعمل رجيم ولا هتعمل عملية؟ لو في عملية في سنة اعمل عملية دي نصغر معدتك فتاكل نص ما بتاكل، متحسش انك جعان. ماشي بس مش عايز اكل كتير، بس غصب عني باكل. مش هتاكل خالص؟ بس انا غصب عني باكل. لا ما العملية مش هتخليك تاكل خالص. طيب يعني احنا متفقين هنروح للدكتور، لو الدكتور قال اوكي نعملها، لو ما قالش اوكي يبقى خلاص. خلاص بقى نضطر نعمل رجيم ونحاول كده ان كل ما 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 ما, ما, ما تجيلك حكاية الاكل دي تعمل اي حاجة تانية، يعني تنفسي نفسك. انا موافق، بس لو في عملية اللي مضيق معدتي انا موافق. انا نسأل، احنا انا عمري ما عملت عملية لحد عنده 10 سنين، بس انا يعني هسأل يعني. بس احنا عايزين نروح مدرسة مع بعض. بس المدرسة مش هتوافق. مش هتوافق تعمل ايه؟ يعني حضرتك تروح المدرسة. ليه فيها ايه؟ ما اعرفش، هو المدرسة ممكن ما توافقش، انا مش عارف. لو هيقولوا لي ما تدخليش يبقى فيها حاجة غلط. غلط يب ممكن يكون فيها حاجة غلط. لا انا ما اعرفش، يمكن فيها حاجة غلط ولا ما فيش حاجة غلط. نروح نقف على الباب كده. ماشي بس ما اعرفش ما يردوا. هو على الباب؟ لا برضه هو اشتروا الشارع. ايه هما اللي متحكمين قدام، يقفوا قدام المدرسة يقولوا لي اطلعي بره من قدام المدرسة. ليه؟ انا مش رايح الاسبوع ده كله عشان قلبوا الفصول يعني اللي جاي الامتحانات. بعد الاسبوع ده نروح مع بعض. ماشي. نروح للدكتور نشوف رايه ايه، ولو قال ما فيش عمليه نروح لدكتور الجيم. يا رب خلاص مش طالب غير. ايوه بس احنا يا رب نخس دي لازم برضو يبقى فيه قوه كده. جزء انا عليا جزء. انت عليك جزء كبير. ممكن اعمله. ايوه لازم تعمله. عايزك تقول كلمة كده للولاد اللي بيتريقوا عليك. هقول اللي فيا يجي فيا. بس انت بتتعذب فعلا صح؟ اللي فيا يجي فيا وما يحس بيه. كان ممكن هما برضو يتولدوا يلاقوا نفسهم تخين. بس اللي فيا يجي فيا دي الكلمة الوحيدة اللي انا اقولها من الولاد اللي هم عمالين يقولوا لي. بس بس هما يبقى شكلهم ايه؟ مش شكلهم يعني حسين فهمي ومصطفى فهمي وكده وعينين خضرة وشعر اصفر وكده. يعني اطفال يعني. اطفال صح؟ واللي يزقني ايه؟ بيخافوا مني في المدرسة. يعني اللي بيخافوا مني بيقولوا لي يا عجل يا مش عارف يا ايه. ليه؟ يا فشلة. ليه؟ بيتريقوا عليا عشان تخين. ما ناس كتير قوي في مصر تخينة. ما هم بيتريقوا عليا بقى عشان لما بيشوفوني بالحجم ده اي حد في الشارع بيشوفني بالحجم ده بيتريق عليا. انت فاكر علاء ولي الدين الله يرحمه ولا ما تعرفوش؟ لا ما اعرفوش. شفتش الفيلم بتاع الناظر؟ ناظر. عارف الممثل ده. ده ممثل كان قبل ما يموت بياخد فلوس كتير قوي، كان في ناس كتير قوي بتحبه. من ضمنهم. وانت من ضمنهم؟ مش كان تخين؟ ايوه. مات من التخن؟ كان لا هو ما ماتش من التخن، بس هو نجم وكان كل الناس بتحبه وكان مشهور وكان ناجح وهو تخين. فمش معنى انك تخين تبقى وحش. لا هم العيال مش فاهمين حاجه، بيتريقوا وخلاص. ليه هم ما كانوش بيحبوا الممثل ده؟ اكيد بيحبوه. طبعا. مين قال هي
يعني صحابك. ما هو العيب مش فيك، العيب مش ان انت تخين، العيب ان هم قلالات الادب. انا بس انا عايزه اقول بس اللي فيا. ايوه بس انت المفروض ما تزعلش، يعني انا دلوقتي لما حد يشتمني مش هفكر. انا زعلان بس اللي انا ما اقدرش اجري، دي الحاجه الوحيده ما اقدرش اطلع سلم. انا نفسي ابقى رفيع كده واجري، نفسي امشي الشارع ده من غير ما اتعب. ماشي هنعمل اتفاق، انا هعمل اللي عليا وانت هتعمل عليا، بس كلام رجاله بقى، مش تقولي انا طفل بقى ومش طفل. ماشي. جدا ان احنا نشوف ولد في سن 10 سنين ووزنه فوق ال 100 كيلو.
يعني للاسف ما بقتش حاجه نادره كمان. يعني احنا نشوف اطفال صغيرين في السن ده وفي اوزان ضخمه قوي كده ما بقتش حاجه نادره. احنا بنشوف دلوقتي كمان 13 سنه وزنهم 140 كيلو، 14 سنه وزنهم 150. ارقام بقت مفزعه الحقيقه في سن صغير زي كده. جون الحقيقه يعني عنده كمان سكر، وهل احنا من العجيب ان احنا نشوف سكر من نوع تاني في اطفال عندهم زياده مفرطه في الوزن زي جون؟ لا، بقينا بنشوف للاسف، وسكر من نوع تاني مش من النوع الاول. زياده الوزن دي لازم تتعالج طبعا، لو ما فيش اي اسباب مرضيه هنفكر بقى تاني مع بعض اذا كان في امكانيه ان احنا نعمله تدخل جراحي، نحاول ان احنا نخرجه من المشكله اللي احنا اتحطينا فيها دي اللي هو الوزن الضخم ده. الحقيقه الخروج برده من وزن 100 كيلو بالنسبه للشاب ولد صغير زي 10 سنين دي ما هياش حاجه سهله قوي. يعني لا يمكن فقط ان احنا نترك المشكله على الولد ده ان احنا انه يقدر يخرج بالمشكله، احنا لازم كلنا نساعده، واحنا يعني نقدر نقيم موقف تاني ونشوف نقدر نعمل ايه. اليومين اللي الدكتور طلبهم مني بتوع جون اللي هم الضيط اللي قال لي يمشي على السوائل والشرب دول، يمكن دول كان اصعب يومين في حياه جون بصراحه، وتعبوني انا، بس هو عشان ليه رغبه انه يخس ويبقى طفل طبيعي ويتحرك وينزل ويطلع ويلعب زي كل الاطفال، هو استحمل، كان يعيط شويه ويسكت شويه، انا جعان شويه ويسكت شويه. فدول كان اصعب يومين عدوا على جون، لان انت عارف ان جون كان بيحب الاكل كتير يعني، فهو اتحمل عشان على امل انه رايح يعمل العمليه النهارده وهيخس يعني. فهو يعني كويس يتحمل يعني. دول كان اصعب يومين في حياه جون عامه، لانه عمره ما اتعود ان هو ما ياكلش. كويس ان هو في السن ده وقدرت ان انا امسك عليه واعديله اليومين دول، بس عدوا ازاي ما اعرفش يعني. بصراحه كان اصعب ما يمكن 48 ساعه في حياتي ما شفتهمش. بتمنى من ربنا ابني يطلع سليم كويس وما يحصلش اي مضاعفات ان شاء الله. يعني انا طالبه من ربنا، يعني ده في ايد ربنا قبل كل شيء، والدكتور ابراهيم احمد ابراهيم برضو يهتم، لان هي عمليه مش سهله، بس انا امل في ربنا. مش سهله على اللي في سن جون، يعني هي سهله الناس كبيره، لكن في سن جون ده يبقى عمل معجزه. دكتور احمد النهارده هيعمل معجزه في جون بصراحه، وربنا معاه ومع اللي زيه يا رب. أخس وأبسط وأطلع من العمليات بخير وأبقى زي أي طفل. أنا نفسي أخس أطلع من العمليات، يعني نفسي أطلع من العمليات سليمة. أشكر طنط ريهام اللي هي جابتني هنا وعملت لي عملية وعشان أخس، وأشكرها بجد بجد أشكرها،
اللي هي جابتني هنا اخش العمليات واعمل عملية عشان تخسسني. نفسي انزل السلم من غير ما اتعب، اطلع السلم من غير ما اتعب، من غير ما انهك واكح. يا رب خليك معايا جوه في العمليات. يعني اي نعم انا خايفة بس مبسوطة يعني ان وصلنا للنتيجة دي، وحاسة يعني ان هم مهتمين بالحالة قوي بصراحة. يعني اطمنت بعد، كنت خايفة وانا جاية، دلوقتي مطمنة قوي بعد اللي شفته من التحاليل والاهتمام بيه بصراحة. يعني كنت خايفة بس دلوقتي مطمنة، بقول يا رب يعني وربنا يطلعه بالسلام. احنا في اطار التحضيرات بتاعتنا لاي جراحة بنعمل شوية تحاليل واشعات عشان نطمن على الوضع الصحي. لقينا عند جون حقيقة شوية مشاكل، أبرزها طبعا كان مشكلة الصدر اللي عنده. هو عنده حساسية شديدة على الصدر مع التهاب في الشعب الهوائية، ودكتور التخدير رأى إن في خطورة من إجراء جراحة في الوضع اللي إحنا فيه دلوقتي. فإحنا حاولنا ناحية دكاترة الأطفال ودكاترة الأمراض الصدرية، ما زال لحد دلوقتي الحقيقة الوضع اتحسن شوية، أنا ما اتحسنش للدرجة اللي تسمح لنا إن إحنا نعمل تدخل جراحي بوضع آمن. المخاوف الكبرى اللي عندنا من المشاكل الصدريه هو ان احنا بعد العمليه قد نضطر نحط على جهاز التنفس الصناعي لفتره طويله، وجهاز التنفس الصناعي في السن ده وفي المرحله دي وبالشكل ده، ده ممكن يكون فيه خطوره على حياته. احنا هي ما عندناش مواعيد مقدسه، يعني لما تبقى حاله جون تتحسن والصدر بتاعه يتحسن، وده متوقع في خلال فتره يمكن 6 أسابيع يمكن 3 أشهر ان احنا حالته صحيه يعني تستحمل حاجه زي كده، يبقى احنا هنعمل له تدخل جراحي في الظروف اللي احنا نكون فيها كلنا مطمنين عليه وما احناش قلقانين من تطورات الموقف بعد العمليه. اتمنى بس الفتره الجايه ان جون يحاول يخلي باله شويه من الوزن بتاعه، يلتزم بالعلاج الدكتور الصدري كتبه له، واحنا على لقاء تاني ان شاء الله بعد 6 أسابيع نقيم تاني الموقف ونشوف اذا كان في تحسن ملحوظ، بحيث ان احنا نقدر نجري التدخل الجراحي واحنا في وضع احسن من احنا فيه دلوقتي. يلي قلتيه غوري في 60 ده، هيعرفت ليه الدكاترة لازم يشوفوا العيان ولازم يعملوا له تحاليل ولازم يكشفوا على صدره؟ لان لو احنا كنا عملنا التحاليل واطمنا ان مفيش اي حاجة على الورق ودخلنا من غير ما يجي الراجل بتاع التخدير يكشف على صدره بنفسه ويعرف الحساسية اللي عنده والالتهاب الشعب الهوائية اللي عنده، كان ممكن يروح فيها. لان بعد الجراحات دي ما بينفعش الواحد يتنفس لوحده، بيتحط على فنتليترز، بيتحط على تنفس صناعي، ما يقدرش يتحط على تنفس صناعي وقت طويل وهو عنده حساسية دي او عنده التهاب في الشعب الهوائي، فممكن كان لا قدر الله يروح فيها. بص بقى، انا يا جون كنت مشغوله الفتره اللي فاتت جدا، كان عندي مشاكل كتير، دلوقتي انا فضيت لك. لو انت سامعني دلوقتي، قدامنا 6 أسابيع، قدامنا شهر، قدامنا شهرين، قدامنا 3، انا لقيت لك دكتور ريجيم هياكلك كتير قوي وهيخسسك قوي، وهو وعدني بده. انا عايز اخس 12 كيلو وشوف انت عايز تخس كام، هاخدك وهنروح للدكتور مع بعض وكل واحد فينا هياخد ريجيم، وهفضل كل اسبوع اروح معاك للدكتور ونتوزن واشوف مين فينا بيخس اكتر. اتفقنا؟ من غير عمليات ومن غير حاجه. أستاذ كبير في القصر العيني، أستاذ تغذية وتخصصه أطفال، وهو هيخسسك. هاجي أخدك وهنروح وهنبتدي رجيم مع بعض وهنشوف مين هيخس أكتر فينا. مفروض أن أنت تخس أكتر بكتير عشان أنت وزنك أكتر. كل أسبوع همشي على نفس الرجيم بتاعك والله العظيم بالظبط، بحلف والله العظيم، ونروح نتوزن مع بعض. مرة تانية يا جماعة، الأطفال اللي عايزة تيجي معانا تلبس بدلة الضابط والعلم تبعت لنا على الفيسبوك على صفحتنا الرسمية، وتحضروا بدلة الضابط وتحضروا العلم عشان تيجوا نلف مصر كلها ان شاء الله 10,000 طفل 20,000 طفل، نقول تحيا مصر ونرفع علم مصر عشان تاني وتالت ورابع
انا خدت عهد على نفسي من يوم ما رحت لجاسي في البيت الله يرحمها وكانت قاعده مستنيه ان احنا ناخدها معانا في حلقه، انا عهدت نفسي ان ممكن يكون في اطفال كتير عايزه تيجي معانا صبايا الخير وانا مش عارفه، فانا عايزه كل الاطفال اللي نفسهم يظهروا صبايا الخير لابسين لبس الضابط او الجيش ورافعين على مصر يجوا نعمل كده، نعمل مظاهره اطفال كبيره جدا في الشارع في حب مصر، وانا متاكده ان الاطفال كتير قوي بيحبوا مصر. حضروا بدله الضابط والعلم وانا مستنيه اسمكم على الفيسبوك، هنا السوشيال ميديا هيطلعوا لي، امبارح قالوا لي كتير قوي، قلت لهم ماليش دعوه، عايزه كل الاسامي وكل نمر التليفونات. مره تانيه يا جون هنعمل رجيم وهناكل كتير، مش هنعمل رجيم وناكل قليل، هنعمل رجيم وناكل كتير وهنروح مع بعض، وكل اسبوع هتروح فيه معايا للدكتور وهتخس كيلو واحد، كل كيلو عليه جايزة، كيلو عليه موبايل، كيلو عليه بلاي ستيشن، كيلو عليه يعني مش حاجات هينة، تمام؟ بكرة الصبح انا هكلمك بنفسي.